بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، نزلنا مع القرآن العظيم طلبا للخيرية والخصوصية والأجر الوفير وللدرجات العلى عند الله عز وجل، وما زلنا مع سورة البقرة والليلة من قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، إلى آخر ما تيسر من الآيات في هذا الباب. قال ابن كثير عليه رحمة الله: هذا الذي حاج إبراهيم في ربه ملك بابل نمرود بن كنعان، كما هو قول مجاهد وغيره. وقال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود بن كنعان وبخت نصر، فالله أعلم. ومعنى قوله: ألم ترى أي بقلبك محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك، وذلك أنه يقال إنه مكث 400 سنة في ملكه. ولهذا قال: أن آتاه الله الملك، وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أي إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود: أنا، يعني أيضا أحيي وأميت. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين، أي الرجل الذي يعني النمرود يقول أني أوتى بالرجلين قد استحق القتل، يعني بحكمه بشريعته شريعة الغاب، فآمر بقتل أحدهما فيقتل، وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. يقول ابن كثير: والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم عليه السلام ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة، يعني سلم له جدلا: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني فأتي بها أنت من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت، أي أخرص فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا
بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. وفي الحقيقة في هذا الكلام نظر، لأن السلف يعني نقلوا بعض الأثار أن إلقاء إبراهيم في النار إنما كان بعد أن يعني ترك عباد الأصنام بعد أن أقام عليهم الحجة، توجه إلى عباد الكواكب ثم إلى النمرود، فيعني تملأوا عليه واتحدوا عليه، فكان هذا بعد يعني أن أقام عليهم الحجة جميعا فتمالوا عليه وصنعوا به هذا. قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول عليه رحمة الله: تقدم قوله تعالى: ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه، هو في قوة قوله هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه، ولهذا عطف يعني عليه بقوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اختلفوا يعني علماء التفسير في هذا الماري من هو، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هو عزير، وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة، وهذا القول هو المشهور يعني أنه العزير. وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد هو إرميا بن حلقيا، ويعني هذا من بني إسرائيل أيضا، وعن وهب في رواية أخرى أنه قال هو اسم الخضري عليه السلام. وقال مجاهد بن جبر هو رجل من بني إسرائيل، وذكر غير واحد أنه مات، أي هذا الرجل الذي مر على القرية، هو ابن 40 سنة فبعثه الله وكذلك، يعني في نفس السن بعد 100 سنة بعثه على 40، وكان له ابن فبلغ من السن 120 سنة، وبلغ ابن ابنه 90، وكان الجد شابا وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغ الهرم. الهرم يعني كبر السن، البعض قد يعني يشكل هذه الكلمة الهرم، ففي الحقيقة الأصح والمشهور الهرم يعني كبر السن. نعم، ونحن نقول أن السكوت أولى في تحديد هذا الرجل، السكوت أولى في تحديده، وإلا فالخلاف سائغ بين السلف هل هو العذير أم هو الخضر أم يعني رجل العادي من بني إسرائيل. في الحقيقة بعض السلف مثلا تكلم في 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 كونه ليس نبيا، يعني لا العذير ولا مثلا رجل صالح كالخضر مثلا أو من عباد بني إسرائيل، بدليل يعني ظاهر النص أنه يعني وكأنه يتعجب أو يشك في عظيم قدرة الله عز وجل. الإمام السعدي يقول هو رجل كان ينكر البعث ولكن أريد به خيرا فأري هذه الآية وكانت فيه وكان هو آية لغيره فلما تبين له يعني آمن وحسن إيمانه. فالأولى أن نسكت عنه ولا نشغل أنفسنا بمن هو، لأن القرآن سكت عنه، والأولى أن نسكت عن اسمه لأنه لا كبير فائدة في ذكره. قال: وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها وهي خاوية، أي ليس فيها أحد، يعني دمرت تماما. وقوله على عروشها أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها أي فسحاتها، فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة وقال أي هذا الرجل أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني وكأنه يستبعد أن هذه الأثار التي بليت ودمرت بهذه الصورة أن تحيا مرة أخرى أو أن تدب في الحياة مرة أخرى، يشك في بعثها من جديد. أن يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه، يعني وكأنه فقد الأمل أن تعود كما كانت بالمرة لما يرى من ظاهرها. قال الله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه، بعد 100 سنة بعثه تبارك وتعالى. قالوا:
وعمرت البلاد بعد مضي 70 سنة، يعني قبل أن يعاد بعث هذا الرجل بكم؟ 30 سنة. يعني يقول ابن كثير قالوا يعني في الأثار، وعمرت البلاد بعد أن مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه، يعني أول ما أعطي الحياة يعني في بصره ليبصر هذه العملية عيانا. يقول كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له كم لبثت، يعني من العمر في نومتك هذه؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قالوا، يقول ابن كثير يعني في الأثار، وذلك أنه مات أول النهار في بداية اليوم يعني، ثم بعثه الله في آخر النهار بعد 100 سنة، بس في آخر النهار. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ويش ذلك اليوم الذي يعني مات فيه، فقال أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه كما هو. وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير، فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء، لا العصير استحال ولا التين حمض ولا أنتن ولا العنب تعفن بعد 100 سنة. إن الله على كل شيء قدير. وانظر إلى حمارك، انظر لهذا التوجيه له بعد أن رأى الآية في نفسه، قال وانظر إلى حمارك الذي كان يركبه يمر به على القرية، أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر. ولنجعلك آية للناس، ولنجعلك آية يعني ملفتة للأنظار مؤكدة للمعنى المطلوب، أي دليلا على المعاد. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها فنركب بعضها على بعض. يعني عملية إحياء الحمار كانت بين عينيه لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. يقول ابن كثير فنركب بعضها على بعض، وقرئ ننشرها بالراء أي نحييها. قال مجاهد ثم نكسوها لحما. وقال السدي وغيره تفرقت عظام حماره حوله لطول المدة 100 سنة، تناثرت في المكان يعني يمينا ويسارا، فنظر إليه يتلوح من بياضها. العظم إذا كان قديم إخواني يبدو عليه البياض، ويعني يفرق عن مثل الحجارة ويميز من بعيد. قال فنظر إليه يتلوح من بياضها، فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة المكان، ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها. تخيل المشهد، أولا جمعت العظام وركبت المفاصل حتى كانت هيكل عظمي كما نسميه الآن، نعم لا لحم عليها. ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا، وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار فنهق كله، يعني دبت فيه الروح بأمر الله تبارك وتعالى، نعم بإذن الله عز وجل. وذلك كله بمرأة من العزير، إن صح أن نسميه العزير. فعند ذلك لما تبين له هذا كله، يعني المشهد بين يديه، قال يعني هذا قول من استدلوا بأنه ليس نبي ولا رجل صالح، لكن كان يشك في البعث فكانت التجربة فأيقن. فلما تبين له هذا كله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الآن أنا ينبغي أن أعلم هذا جيدا ولا أشك فيه، أي أنا عالم بهذا وقد رأيت عيانا، فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال اعلم، أي على أنه أمر له بالعلم، أي أن الله أمره بعد أن كان يشك أن يعلم الآن أن الأمر على الله هين، نعم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قال عليه رحمة الله ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام هذا يعني أسبابا، منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت، يعني في المحاجة والمناظرة لما قال إيش الدليل على يعني ربوبية الله لهذا الكون، قال ربي الذي يحيي ويميت.
يقول أحب أن يرتقي يعني الخليل عليه السلام من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقوله قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اختلف المفسرون في هذه الأربعة وما هي، وإن كان لطائل تحت تعيينها، وهذا كلام جميل في الحقيقة، يعني تجد في بعض كتب التفسير معركة في تحديد هذه الأربعة، هذا الغراب والآخر يقول حمام والثالث يقول كذا والعاشر يقول كذا، لا طائل من وراء تحتية، لأن هذا لا يقدم ولا يؤخر. نعم، إذ لو كان ذلك مهما، يعني تحديد أنواع هذه الطيور، إذ لو كان ذلك مهما لنص عليه القرآن. وقوله فصرهن إليك يقطعهن، قال ابن عباس وعكرمة، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود الدؤلي وأبو المنبه والحسن والسدي وغيرهم. وعن ابن عباس فصرهن إليك قال أوثقهن، يعني بالقيد يعني بالوثاق، فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن إرب يعني، وخلط بعضهن في بعض، يعني أربعة أنواع مختلفة، يعني الريش والعظم والعصب وكل شيء خلط هذا في ذاك حتى يعني يزداد يقينا في كيفية جمعها. نعم، ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا، قيل أربعة أجبل، ويصح تجمع جبال وأجبال، يصح هذا وذاك يعني، وقيل سبعة، قال ابن عباس وأخذ رؤوسهن بيده، إلا الرؤوس أمسكها بيده عليه السلام إبراهيم، وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن، فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير، يعني يتحرك، ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، عملية يعني كما يقولون على هواء مباشرة، يشاهدها بنفسه عليه السلام. نعم، حتى قام كل طائر على حدته، والمشهد عجيب طبعا، الريش يذهب إلى الريش والعصب إلى العصب، من كل طائر على هذه الشكلة. نعم، حتى قام كل طائر على حدته وأتينه يمشين سعيا، أبلغ في التدقيق والنظر، لأنها إذا طارت قد تختلط بغيرها، أما أن تمشي فهذا أوقع، وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه، قد يعني يعطي هذا لذاك كيعني تجربة أو ما شبه ذلك، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته بحول الله وقوته، ولهذا قال واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وعن أيوب في قوله ولكن ليطمئن قلبي، قال ابن عباس رضي الله عنهما ما في القرآن آية أرجى عندي منها، يعني يقول أنها أرجى آية عنده رضي الله عنه. وعن محمد بن المنكدر أنه قال التقى عبد الله بن عباس مع عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص أي آية في القرآن أرجى عندك، يعني أي آية في القرآن أرجى، فقال عبد الله بن عمرو قول الله عز وجل قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية، فقال ابن عباس لكن أنا أقول قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى، فرضي من إبراهيم قوله بلى، يعني أنا مؤمن، يقول هذه أرجى آية عندي، يعني هذا يعني وارد وثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. قال فهذا لما يعارض في النفوس ووسوس به الشيطان، قال رواه الحاكم في المستدرك، انتهى كلامه عليه رحمة الله. والآن مع الوقفات والمسائل، الأولى من قوله تبارك وتعالى ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، في الحقيقة عندنا هنا إشارة مهمة جدا لمعنى مهم ولازم،
على طريق الإصلاح والتغيير وفي هذه الغربة ولمواجهة يعني هذه الحملات الرهيبة الشديدة على الإسلام وعلى المسلمين، نحتاج إلى أن نتعلم أهمية الفصاحة والبيان والإتقان في محاورة الخصوم والذين يطعنون في هذا الدين ويشككون ويغمزون ويلمزون ويلقون بالشبهات. نعم الباطل حريص يا إخواني جدا جدا على يعني تعليم وتدريب وناس من جلدتنا ويعني دفع كل الأسباب والوسائل لهم ليكونوا يعني في أوساط المسلمين مشككين وطاعنين وغامزين ومشوهين ومشهرين. فلذلك نحتاج في هذه الغربة إلى معنى مهم جدا جدا، ألا وهو إيجاد يعني بعض العلماء وبعض طلاب العلم من الذين يتقنون يعني محاجة أمثال هؤلاء والرد على شبهاتهم التي تطرح، فهي ولا شك الآن كثيرة جدا جدا كما تطالعون وتشاهدون في كل مكان، يعني في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تجد يعني شبهات تلقى وطعنات وتشكيكات وأقوال ويعني بعض الأحوال التي تحتاج إلى المتقنين إلى الفصحاء إلى الحكماء من أبناء هذه الأمة من العلماء ومن طلاب العلم ليستطيعوا تمييز هذه يعني الاطروحات التي تطرح والرد عليها بقوة، حتى نكون كما كان يعني إبراهيم عليه السلام فبهت الذي كفر. بماذا بهت؟ بقوة الحجة، بالفصاح، بالبيان، بمعنى مهم جدا جدا، الإخلاص للعدل في رفع راية دينه وفي الذب عنه وفي طرحه وبقوة. هذا معنى مهم جدا يا إخواني. إبراهيم يواجه هذا الطاغية المتكبر، هذا الطاغوت الذي استمر في حكمه فقط 400 سنة يدعي الربوبية ولا يجد من يعني يبين له أو يوضح له هذا المعنى ويحاور ويجادل ويتكلم. فكان إبراهيم بهذه القوة من الفصاحة والبيان في إقامة الحجة والمحاجة لمثل هذا الرجل. فهذا يا إخواني معنى مهم جدا جدا، ما أحوجنا إلى أن نفرغ يعني بعض طلاب العلم وبعض العلماء ونوفر لهم الإمكانيات لدراسة كل الشبهات والطعنات التي تلقى على الإسلام للرد عليها وتفنيدها، لأنها يعني بفضل الله عز وجل يعني خاوية لا تحتاج إلى كثير كلام، لكن مع قوة طرحها وعرضها من أناس ربوا على أيدي يعني الباطل أحدثت دويا في وسط المسلمين. وأقول لك بصراحة لو أكثرنا من هذا النوع بفضل الله عز وجل أفحمنا وبهت بين أيدينا كثير من هؤلاء، لأنهم لا حجة لهم ولا علم لهم، ولكن مجرد طعن ومجرد تشكيك ومجرد شبهات فقط. يعني الأخوة على النت تقريبا يعرفون هذا، أخ مسلم جزاه الله خيرا على النت فقط بوحده أسلم على يديه عشرات الألاف من أهل الكتاب، عشرات الألاف أمم أسلموا على يديه. أتدرون لماذا؟ متقن في الشبهات والرد عليه، درس القضية وأتقن وتصدر، يقول ما من يوم يرجع من عمله المعتاد إلا ويدخل على النت مثلا مدة معينة إلا ويرجع بالعشرات إلى الإسلام فضل الله عز وجل. هذا واحد، ما بالك لو كان عندنا أمثلة ونماذج كثيرة تتقن هذه الشبهات وتستطيع الرد. ولكن في الحقيقة هذا العلم يحتاج إلى يعني نوعية معينة حتى لا يكون الخلل والخطر والأثر السيء، يحتاج إلى ناس عندهم إخلاص الله عز وجل، عندهم شعور بالمسؤولية، عندهم حرص على يعني الذب عن هذا الدين والدفاع عن هذا الدين حتى يعني لا يقع في المحذور. لأن هذه الشبهات لو الإنسان أتقنها وأحسن الرد وأسلم على يديه أناس قد يتسرب إليه الغرور أو الكبر أو الإعجاب بالنفس إلى هذه المعاني المعروفة. فالعلماء يقولون يعني يدفع لهذا الطريق الذين نتوسم فيهم الصلاح والتقى والحب لهذا الدين والحرص عليه ويعني دائما ما يذكره وينصحه ووجهه حتى يكون الأثر أفيد بإذن الله تبارك وتعالى. في هذه الإشارة الأولى من هذه الآية التي بين أيدينا أشار تبارك وتعالى معنى مهم جدا، أن آتاه الله الملك، معنى يعني يحتاج إلى وقفة ولفتة تربوية رائعة جدا. أن آتاه الله الملك، ماذا تفهم منها؟ أن الملك من الله عز وجل سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذه الإشارة تشير إلى معنى مهم جدا، أن الملك من الله عز وجل.
قد تقول هذا كافر فاجر طاغوت ادعى الربوبية والملك من الله يعطيه له. نعم لابد أن تقف في هذا المعنى متأملا ومتعلما. الملك لله عز وجل، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهذا يعني لحكم، حتى أننا لابد أن نسلم لأنها قد لا تبدو لنا، لكن لابد أن نسلم لذلك، ولابد أن نتعلم من ذلك الكثير. فقد يعطى الملك كاستدراج وكابتلاء، ولذلك تجد أناس كثيرين جدا ممن أعطوا الملك، سواء الملك الجزئي مثلا المحدود أو الملك العام، كما في هذا الرجل الذي بين أيدينا ممن ملكوا الدنيا، هو وبخت نصر من الكافرين، وداود بن سليمان وذو القرنين من المؤمنين. فهؤلاء ملكوا الدنيا بأسرها، تخيل. قد تقول كافر وأعطاه هذا الملك هذه المدة، نعم استدراج وابتلى به الآخرين. فلا شك أن المعنى يا أخواني يحتاج إلى وقفة مهمة جدا جدا نتعلم منها هذا المعنى المهم، ونحن يعني نتعلم من خلال هذه الإشارات التربوية أن كثير ممن أعطوا الملك وحرصوا على تحصيله وبذلوا من أجل ذلك وفرطوا ووقعوا في مخالفات شرعية ليصلوا، كان هذا الملك عبارة عن نقمة عليهم وعبارة عن وبال، طغوا وتكبروا وظلموا وجاروا وأفسدوا في الأرض فسدا عريضا، واغتروا بطول المدة وبسكوت الناس وبقرارهم، وهذا من يعني الخطورة بمكان. هذا موجود والأمثلة عليه كثيرة جدا جدا جدا، وناظر للسنن يرى أنهم ألقوا جميعا في مزابل التاريخ. ومن الناس من يعني أعطوا الملك وهم لا يريدونه، ويعني حاولوا أن يتفلتوا منه، ولكن ما قبلوه إلا ليلزم أهل الحل والعقد لهم مثلا لتسير مصالح المسلمين، فأعينوا عليه ووفقوا فيه، وكانوا أمثلة عظيمة جدا جدا رائعة. مثلا سليمان عليه السلام لما يعني طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أعطي هذا الملك، إيش صنع بملكه؟ سخره في طاعة الله والدعوة إلى دين الله عز وجل وفي الجهاد في سبيل الله، وصنع به كل يعني ما يخطر ببالك من الخيرات لهذا الدين. هذا سليمان، كذلك ذو القرنين كان كذلكم. على مر العصور الأزمان أمثلة موجودة حية تؤكد أن المسلم إذا لم يستشرف هذا المعنى ولكن وكل عليه لمصلحة المسلمين فاستعان بالله عز وجل ويعني انتدب البطانة الصالحة سيعان، سيكون مثال عظيم جدا. انظر مثلا لسيدنا عمر أمير المؤمنين، يعني لم يكن مستشرفا لهذا لكن كلف فتحمل الأمانة، ويعني لما يذكر عمر يذكر العدل والإنصاف، ويذكر يعني القيادة الحكيمة للأمة في مراحل حرجة من صراعها مع الباطل. تنظر إلى حياة عمر وإلى يعني مميزات عمر ستجد أن العدل كان سمة ثابتة وظاهرة في خلال فترة حكمه رضي الله عنه وارضاه، تؤكد أن المعنى يعني الواضح للمؤمن أنه يعلم أن الملك هذا ابتلاء. ولذلك عمر كان يعني شديد الخوف شديد الخشية شديد المحاسبة لنفسه، كما تذكرون في أمثلة كثيرة يعني مقروءة ومسموعة، كان لا يفتأ يحاسب نفسه. يعني يقول بعض الصحابة وجده في بعض الحدائق يضرب نفسه بالدرة يقول اتق الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله عذابا شديد، يضع يده على النار يقول حس النار يا عمر حس النار يا عمر حس النار يا عمر، يقعد مرة مع أصحابه ثم ينطلق فجأة إلى إبل الصدقة يرفع من تحتها الروث والأذى ويقوم بتطبيبها، دع هذا العمل هذا عملون نكفيك نحن هذا العمل، فيقول دعوني إن نفسي حدثتني بسوء تبعات الملك، أنت كنت وكنت والآن أصبحت وأصبحت، دعوني إن نفسي حدثتني بسوء فأردت أن أريها قدرها، يعني في التراب والطين، تواضع ومعرفة يعني لخطورة الحكم إذا ركن الإنسان إليه. كذلك يعني يبكي ويقول لو عثرت بغلة على نهر دجلة وهو في المدينة لسؤل عمر عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ بغلة. ونحن نقول انظر إلى أحوال المسلمين وإن الله وإنا إليه راجعون في كل مكان، ما أحد يعني يرتقي لمستوى الحكم الإسلامي الحقيقي الذي يعطي الحقوق ويكفل الحريات المنضبطة بشريعة الله عز وجل. في الحقيقة قضية الملك قضية خطيرة جدا، من لم يعرفها من خلال هذه المعاني الشرعية وأنها قد تكون نقمة وابتلاء واستدراج، أو قد تكون سبب لرفعة الإنسان نفسه ولرفعة دينه ولتمكين أمته ولرفعة رايتها، فلا شك أن الخطر يكون عظيم جدا في مثل هذه الظروف. الوقفة الثانية وهي المهمة جدا في الحقيقة في هذه الليلة،
طبعا الثلاث آيات التي عشنا معها ومع تفسيرها من كلام السلف كما مر في تفسير ابن كثير من المختصر، الأولى أشارت إلى قول الخليل ربي ربي الذي يحيي ويميت، انتبه لهذا المقطع. الثانية أشارت إلى الرجل الذي مر على القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إيش قال؟ قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعثه. الثالثة وفيها الطلب العجيب من الخليل إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. لا شك أن هذه الآيات الثلاث تتحدث عن قضية مهمة جدا، هي من أعظم أمور الخلق والتدبير، الإحياء والإماتة. تتحدث عن قضية الإحياء والإماتة، هذه القضية المهمة التي ينبغي للمسلم أن يقف عندها طويلا لعظيم الأثر عليه في الدنيا والآخرة إن كان مستوعبا لها كما ينبغي. في الحقيقة قضية مهمة جدا جدا، وهذه القضية مرتبطة باسمه الحي سبحانه وتعالى، وهذا الاسم العظيم الذي يعني ورد في القرآن وفي السنة وتكلم فيه السلف، لو نظرنا إليه بعين الاعتبار لتعلمنا منه الكثير والكثير، ولارتقينا إلى مستوى هذه الإشارات الثلاثة عن الإحياء وعن الإماتة في القرآن العظيم. ولذلك نشير إشارة سريعة إلى اسمه الحي، لأننا نلج من خلاله إلى الحديث عن قضية الإحياء والإماتة وكيف أنها عظيمة الأثر في نفوسنا لو ارتقينا إلى مستواها. فربنا تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى الحي، ذكر هذا الاسم العظيم في القرآن 5 مرات، قرن في 3 منها باسمه القيوم، كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكما في قوله تعالى في مطلع سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكما في قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وجاءت في يعني بعض المواطن الأخرى وتوكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده هو الحي الذي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. إيش معنى الحي؟ عشان نلج إلى الحديث عن الإحياء والإماتة من زاوية مهمة جدا لنتربى ونتعلم عليها. قالوا معناه دائم الحياة، له البقاء المطلق، لم يسبق وجوده أو لم يسبق وجوده عدم، ولم يلحق بقاءه فناء، له وحده البقاء والدوام، فهو الباقي. اسمع هذه الكلمة الجميلة، فهو الباقي أزل الأزل إلى أبد الأبد، يقصد بهذا المعنى بأزل الأزل، قالوا هو دوام الوجود في الماضي، في الماضي أول بلا ابتداء يعني إلى أبد الأبد، قال هو دوام الوجود في المستقبل. فالله عز وجل حي متصف بالحياة الأبدية التي لا بداية لها ولا نهاية، لا يموت ولا يجوز عليه الموت سبحانه وتعالى، وكل حي سواه ليس حيا بذاته. اسمع هذه الكلمة، كل حي سوى الله ليس حيا بذاته، إنما هو بمدد منه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الحي قبل كل حي، هو الحي بعد كل حي، وهو سبحانه وتعالى الحي الذي لا يشارك حي يعني في ملكه، وهو الحي الذي لا يحتاج إلى حي، هو الحي الذي لا يشابهه حي سبحانه وتعالى، وهو الحي الذي يرزق كل حي سبحانه وتعالى، وهو الحي الذي يهب الحياة لكل حي سبحانه وتعالى. نعم، قالوا وصفة الحياة بالنسبة للحق سبحانه وتعالى تتضمن جميع صفات الذات وكذا جميع صفات الأفعال، بمعنى أن صفة الحياة متضمنة للسمع وللبصر وللقدرة وللعظمة وللعزة وللعلم إلى آخره، ومتضمنة مثلا للصفات الذاتية القيم الكفيل الناصر المعين المجيء مثلا النزول الضحك الغضب الفرح إلى آخره، فصفة الحياة متضمنة لسائر الصفات الأخرى، فلذلك تعرف عليها مهمة جدا جدا. فالحي هو السميع والبصير والعليم والخبير إلى آخره، فالحي هو الذي ينزل مثلا يجيء إلى آخر هذه المعاني، فقالوا هذه الصفة تحتاج إلى أن تتعرف عليها جيدا لعظيم أثرها ونفعها. ولذلك من الملفت للنظر للمتتبع للقرآن في الحقيقة يجد إبراز لصفتي صفتي الإحياء والإمات من الله عز وجل في كتابه،
بطريقة عجيبة جدا، وبرزت يعني هذه المعاني واهتم بها القرآن وعرضها بأساليب متنوعة كثيرة جدا جدا. في الحقيقة طبعا المؤمن يصدق بها ويعني لا يعني يكذب بحال من الأحوال، ولكن يبقى أن نقول كيف نتعبد الله عز وجل بفهمها، الفهم الصحيح وبالاستفادة منها على نحو صحيح. نعم، فمثلا في القرآن أشار سبحانه وتعالى إلى صفة الإحياء والإماتة إشارات كثيرة جدا. خذ عندك مثلا إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، هذا إثبات لهذه الصفة. مثلا في قوله تعالى إن ذلك لمحيي الموتى، أيضا إثبات لهذه الصفة العظيمة. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، يجمعكم يعني يحييكم مرة أخرى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نعم، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد، الأمر ليس قاصرا على الإنسان ولكن حتى على الجماد وكذلك على الحيوان كما سترى. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إشارات تدب بقوة في قلب المؤمن توحي بمعان عظيمة. قالوا فكل حي تراه على وجه الأرض إنما هو من إحياء الحي سبحانه وتعالى له، فالأرض وما عليها من نبات وحيوان وإنسان تحيا بإحياء المولى تبارك وتعالى لها، وإلا يعني لا قدرة لها على إحياء نفسها أو على دوام الحياة إلى موعدها الذي قدر لها. قال عز وجل وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ولعظيم قدرته سبحانه وتعالى تأمل كيف خلط بين الأمرين فيخرج يعني هذه من تلك وتلك من هذه، يعني يخرج الحي من الميت والميت من الحي، وهذا لبيان عظيم قدرته على كل شيء. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. معنى راقي جدا، ولذلك ورد التحدي للخلائق جميعا ولا زال باقيا ولقيام الساعة مع التطور والتكنولوجيا والارتقاء العلمي، تحدي جلي واضح للدنيا بأسرها أن تجتمع ويعني صفا واحدا وبسائر الإمكانيات التي من ممكن الله أصلا أن يخلق ذبابة، يعني مخلوق يعني حقير في نظر الناس، قذر في نظر الناس لا يؤبه له. هل يعني اجتمع هؤلاء جميعا على خلق ذبابة؟ ما يستطيع ذلك، بل لو أن الذبابة أخذت منه شيئا ولو اجتمعوا لن يستطيعوا أن يخرجوه منه بأي إمكانيات أو بأي أسلوب أو بأي طريقة. هذا دليل على عجزهم، معناه قد يصنعون صاروخا أو طائرة أو إلى آخره تكنولوجيا، لكن هل يستطيعون الاقتراب من أمر الحياة؟ لا، هذا بأمر الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. وتحدى كما في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. قال وحديث القرآن عن عظيم قدرة الله على إحياء الموتى يوم البعث حديثا مطولا تنوعت فيه الأدلة على سهولة هذا الأمر على الله عز وجل لعظيم قدرته. يعني الأدلة في القرآن كثيرة جدا جدا على أمر الإحياء بعد الموت، على أمر البعث يعني للتدليل على يوم الميعاد والقيامة والحساب ثم الجنة أو النار، كثيرة جدا متنوعة. منها يعني أمور وقعت في الأمم الغابرة وعاينها من كان يعني حاضرا، ومنها أمور تقع بين أيدينا ولا زالت تقع كشاهد على عظيم قدرة الله على الإحياء بعد الإماتة وعلى البعث، وهذا لا يعد ولا يحصى. نأخذ طرفا من هذه الإشارات التربوية في القرآن على هذه القضية لنحيها في نفوسنا كما ينبغي لعظيم أثرها علينا في التربية إن شاء الله. بين القرآن بوضوح، وهذا من أعظم الأدلة الثابتة في القرآن، أن إعادة الشيء الذي كان موجودا يعني إلى الحياة مرة أخرى، إعادة الشيء الذي كان موجودا ثم فني أسهل من إيجاده ابتداء. فهو سبحانه وتعالى الذي أوجد الأشياء من عدم وأبرزها
للوجود بعد أن لم تكن شيئا، فلا يستحيل عليه أن يعيدها مرة ومرة لعظيم قدرته حتى وإن فنيت. وهذا لا شك في القرآن كثير، مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. سبحان الله العظيم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تأمل إلى الآية بما ختمت، وهو بكل خلق عليم. الإمام ابن القيم كلام رائع جدا، اسمع نقرأه بنصه بتصرف يسير. قال ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك، أي ختم الآية، وهو بكل خلق عليم. فهو عليم بالخلق الأول يعني تفاصيله ويعني ومداه وصورته، وكذلك عليم بالخلق الثاني الإعادة يعني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة فكيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ يعني الأمر هذا في الحقيقة هين عليه، لأنه بعظيم علمه مع عظيم قدرته لا شك أن هذا من السهولة المكان. وهذا يتضح أكثر في قوله تعالى والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أسهل بكثير وأهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. ومن أدلة عظيم قدرته على إعادة البعث بعد الموت خلقه لما هو أعظم من خلق الإنسان. يا هذه لفتة راقية جدا، لأن الذي يخلق الأعظم لا شك أن الأقل أهون عليه وهو في مقدوره من باب أولى. مثلا كخلق السماوات والأرض، أعظم ولا خلق الإنسان أعظم؟ خلق السماوات والأرض لا شك أنه أعظم، والقادر على خلق الأعظم لا شك قادر على خلق ما دونه من باب أولى. قال عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يعني أليس هو القائل سبحانه وتعالى بصريح العبارة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟ أكبر ولا مش أكبر؟ أكبر. إذن الذي قدر على خلق الأكبر قادر على إعادة يعني الأقل بعد يعني أن كان حيا ثم مات ثم ينشئه من جديد، إنه على كل شيء قدير. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ إيش؟ بلى إنه على كل شيء قدير. فيها إشارة تربوية رائعة في هذا المعنى. قالوا من الأدلة المشاهدة على عظيم قدرته على البعث بعد الموت سبحانه وتعالى هذه العملية التي تتم تكاد تكون يوميا معنا جميعا، معنا جميعا، عملية النوم. هذه العملية تستمر يوميا، لو فكرنا فيها لا علمنا وأيقنا أن البعث يعني على الله سهل وهين وأنه لا شك فيه أبدا. قالوا فالنوم أخو الموت، بل هو الموتة الصغرى، الموت هو الموتة الصغرى، كما قال عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم، يعني الإحياء، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وكذا في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قالوا من الأدلة المشاهدة المتكررة كذلك على عظيم قدرته سبحانه وتعالى على البعث بعد الموت ظهرت الإحياء المتكررة للأرض من حولينا، هذه الأرض التي نحن عليها. لا شك أن فيها آية وعبرة عظيمة جدا في هذا الباب، لا شك أن الناظر إليها بعين الاعتبار يتعظ ولا شك. قالوا نشاهدها في الكون من حولنا، فأنت ترى أرضا قفرة مجدبة لا حياة فيها فينزل عليها الغيث المطر أو تسقى بيد ساق لها يعني عن طريق الأنهار أو المساق أو ما شبه ذلك، فتدب فيها الحياة، تنبت فيها الزروع وأشكال النبات المختلفة، وهكذا البعث، وهكذا البعث. فإحياؤه الأرض بعد موتها نظير إحياء الموتى، وإخراج النبات من يعني من باطنها من باطن الأرض نظير إخراجهم من القبور يوم البعث سواء بسواء.
هذه عملية يعني تدور يعني بين أيدينا في كل فصل، يعني في كل عام ندعو الله أن يسقي المسلمين. الآن الناس يشتكون من قلة المطر، فهذه العملية يعني لو خرجنا إلى البر مثلا ونظرنا سنراها واضحة وجلية بين أيدينا. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. دليل من خلال النظر لهذه العملية التي تتم في كل فصل. يعني مثلا أضرب لك مثال: في فصل خريف تتساقط الأوراق من على الشجر، تذبل الزهور وتندثر وتضيع المعالم ولا أثر. مع بداية الفصل الجديد إيش؟ ينزل الغيث أو تسقى الأرض فتدب الحياة، فتخرج الأوراق والثمار على النحو الذي كان في العام القادم، بنفس الهيئة بنفس الشكل بنفس الطريقة، وكذا الزهور بألوانها بصفاتها. من الذي صنع بها ذلك؟ الله عز وجل. إنه يبعث الإنسان على نحو هذا المعنى الذي بين أيدينا. قالوا: ومع الكفاية يعني الواضحة والجلية في الأدلة الشرعية على يعني سهولة البعث بعد الموت، غير أن الله تبارك وتعالى اهتم بالقضية لبيان أهميتها فأردف في كتابه أمثلة عملية وتجارب حقيقية وقعت في أمم غابرة سابقة، عينها من عينها من الناس. أنت كمؤمن مطالب بالتصديق بها كأنك تراها رأي عين، لأنها جاءت فيش؟ في القرآن. قضية الإحياء بعد الموت وردت في القرآن وأشير إليها في القرآن يعني في كثير من المواطن، سنذكر طرفا منها مع هذه الآيات التي معنا تؤكد على أن هذا الأمر قد وقع. إذن أين أنت منه حينما يقع وحينما يعني تقوم الساعة؟ لا شك أنك تحتاج إلى أن تراجع هذا المعنى جيدا. مما أشير إليه في هذا الصدد تلك الصورة التي تحدثنا عنها في التفسير تذكرون، من جرأة بني إسرائيل حينما طلبوا أن ينظروا إلى الله عز وجل جهرة، فيعني كيف أخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا، ثم بعثهم تبارك وتعالى ليستفيدوا من هذه الآية وكإشارة ودليل على البعث، كما قال عزل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، إيش كانت النتيجة؟ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يبقى إذن في مات وفي بعث، واقع هذا نقله القرآن. أتصدق به أم لا؟ تصدق أنت به، وإن كانهم عينوه وتمردوا من بعده مباشرة. سبحان الله، يعني تستعجب إيش هؤلاء الناس، لكن هم لكن سبحان الله المؤمن عندنا بالقرآن يصدق بهذا المشهد، كيف طلبوا وكيف حذرهم موسى وكيف أصروا على طلبهم وجعلوا شرطا لإيمانهم، ثم كيف أخذوا ثم كيف ماتوا ثم كيف بعثوا، عينوا التجربة ومع ذلك تمردوا بعدها بلحظات ليس بالطويلة. كذلك ذكر تبارك وتعالى قصة القوم الذين أيضا تكلمنا فيهم في هذه السورة، الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف إيش؟ حضروا للموت خوف من الطاعون، فأماتهم الله جميعا سبحانه وتعالى. فهذه قصة يعني تكلمنا فيها وبينا يعني كيف أن الله عز وجل ذكرها بوضوح وجلاء: ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حضر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم. تجربة عملية واضحة وجلية نحن نصدق بها لكونها جاءت في القرآن. أورد أيضا قصة قتيل بني إسرائيل في قصة البقرة، مرت بنا أيضا رجل قتل ودرأوا فيه، اختلفوا فيه من الذي قتله، ما توصلوا لشيء، فأمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا جزء من هذه البقرة وأن يضربوه بهذا الجزء فيبعث من جديد ويتكلم قتلني فلان ابن فلان في ساعة كذا إلى آخر المعنى. ففعلوا، ففعلا عاد للحياة مرة أخرى ثم مات. الشاهد أنها قصة حقيقية حدثت: إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى. الغرض من القصة إيش؟ مش مجرد قصة رجل قتل وبقرة وما شابه، لا، القصة كذلك يحيي الله الموت. تعلم وانتبه لهذا المعنى العظيم ويريكم آياته لعلكم تعقلون فترجعون إليه وتعملون. نعم.
وكهذه الآية التي يعني معنا الآية التي في هذه الليلة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فمات الله 100 عام ثم بعثه. سبحان الله العظيم، أمر عجيب، هذه نحن نصدق بها كما ورد في كتاب الله عز وجل. نعم، فهذه النماذج يعني وهي كثيرة جدا، وكذلك يعني كما في قصة إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، تجربة عملية يعني تمت وشهدها إبراهيم عليه السلام، كل هذا يؤكد عظيم قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. إيش استشعارك أنت لهذا المعنى؟ من أين تنظر إلى هذه الأمثلة وإلى هذه الإشارات التربوية؟ هل تنظر إليها كقصص مثلا يعني ملأت فراغا تظنه، أو مثلا لمجرد التسلية أو لمعرفة أخبار من سلف فقط؟ لا، إنها لك، ما من كلمة في القرآن إلا هي لك، حتى وإن كانت تتحدث عن بني إسرائيل، عن غيرهم، عن كفار، عن فجار، عن أهل إيمان، عن أهل تقى، عن أهل صلاح، الكل أنت المقصود به، لتعتبر وتتعظ، والسعيد إيش؟ من وعظ بغيره. فهذه المعاني كلها تدلل على قضية واحدة، قضية الإحياء بعد لمات، بمعنى أبسط البعث بعد الموت ليوم القيامة، ذاك اليوم العظيم الذي ينبغي المؤمن أن يكون هذا اليوم حاضرا في قلبه وبين عينيه، ليكون دافعا له للتحصيل الجاد وللعمل المستمر حتى آخر الأنفاس. فاستشعر هذا المعنى وخذ العبرة والعظة من تصديقك بهذا الكلام. أنت تصدق بالقرآن، لا تكذب، لا ترد هذا الخبر الذي جاءك عن أي مثال من هذه الأمثلة، كأنك تراه رأي العين. لذلك لابد أن يظهر أثر هذا على يعني واقعك من خلال ضبطك ظاهرا وباطنا، من خلال دفعك إلى الخوف والخشية، إلى الحب والإخلاص والرجاء، إلى المتابعة الكاملة لنبيك عليه الصلاة والسلام، إلى الاستقامة، إلى التقوى، إلى تحقيق مقام الإحسان. كل هذا يدفعك إلى أن تتوكل الحي الذي لا يموت كما أمر صلى الله عليه وصحبه وسلم، وتوكل الحي الذي لا يموت، بمعنى والإنس والجن يموتون، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أنت لا شك يعني تحتاج إلى أن تقف مع نفسك لتتخلص من عبك القديم من خلال تذكر هذا المعنى، وأنك فعلا ميت، وبعد الموت ستبعث وتحشر، وبين يديه يعني توقف وعليه تعرض، ثم تحاسب، ثم إلى جنة أو نار. فأدرك يعني نفسك من الآن وتوب إلى الله، وخذ بالأسباب وتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى. نعم، قال وما أجمل يعني هذه الإشارة التي دائما ندندن حولها حينما نمر باسم من أسمائه سبحانه وتعالى، حظك من التعبد الله تبارك وتعالى بهذا الاسم، يعني باسمه الحي، أو يعني الدعاء له بهذا المعنى الجميل في قضية الإحياء والإماتة. كيف تتوجه الله وتضرع إليه سبحانه وتعالى؟ النبي عليه السلام كان حريص على هذا المعنى، وكان دائما ما يتضرع ويدعو بهذا الاسم العظيم الذي له مغزى وله معنى عظيم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج أبو داود في باب الدعاء وصححه ابن حبان وهو في السنن من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه، وفيه أن رجلا دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال يعني سمعه النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أين أنت من هذا المعنى؟ في الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن والإنس يموتون. وروى الحاكم أيضا وصححه من دعائه صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كلها ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت. فالشاهد تضرع إلى الله بهذا الاسم، باسمه الحي، وأطلب منه حياة طيبة وحياة ملؤها السعادة والهناء وملؤها الطاعة والمعروف والإحسان والبر، ويعني تضرع بهذا الاسم وأطلب المدد والعون والتوفيق والهداية والرشاد. فالموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة من قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طبعا مر بنا من كلام ابن كثير أنه طلب ذلك ليرتقي في درجات اليقين،
من علم اليقين إلى عين اليقين، وليس شكا في عظيم قدرة الله عز وجل. هذه واحدة لابد أن تحفظها جيدا، ليس شكا في عظيم قدرة الله عز وجل. جمهور أهل العلم أنه طلب ذلك، طلب يعني مشاهدة عملية الإحياء عمليا لمعاينة الكيفية، لأن النفوس مستشرفة لمعاينة ما أخبرت به. والحديث المشهور إيش؟ ليس الخبر إيش؟ كالمعاينة. هذا الحديث في المسند عن ابن عباس، ليس الخبر كالمعاينة. فالخليل أراد أن يعاين مع أنه صدق بقلبه كما سنبين لك. قال الأخفش لم يرد رؤية القلب لأنه كان موقن ومؤمن عليه السلام بما لا يعني فيه شك أبدا، وإنما أراد رؤية العين. لذلك الإمام السعدي يقول في هذه الجزئية يعني أراد أن يرى ببصره الكيف بعد أن رأى بقلبه من خلال التصديق بخبر السماء، يعني هو مصدق وموقن لكن أراد أن يعين ليرتقي في درجات اليقين كما في القول السابق. وقال السائب بن يزيد إن الدافع لإبراهيم على هذا الطلب هو أن الله وعده أن يتخذه خليلا، فأراد آية أي دليلا على ذلك. يقول إن هو طلب الطلب ده لأنه وعد قبل ذلك أن الله سيتخذه خليلا، فأراد يعني آية أو علامة على أنه فعلا صار خليلا، فكان هذا الطلب. ولذلك نقل السدي وابن جبير وهم من أئمة التفسير كما تعلمون قالوا أولم تؤمن يعني بأنك خليلي؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بالخلة، وقيل ليطمئن قلبي أنك تستجيب دعائي. يعني طلب رؤية الكيفية لينظر هل هو فعلا نال الخلة ولا لا، وليتأكد أنه مستجاب الدعوة عند الله أم لا. يعني هذا توجيه لبعض السلف كما قلنا. قال واحذر أن تظن أن الخليل تسرب إليه شك في عظيم قدرة الله، فهذا مستبعد تماما تماما، وهذا لعدة اعتبارات. منها أولا أن الأنبياء جميعا عصموا من الشك، لأن الشك معناه إيش؟ كفر. وكيف يكون نبي أو رسول وهو يشك؟ هذا مستبعد تماما، إياك أن تتكلم فيه، مردود تماما مردود تماما. والأنبياء إذا كانوا عصموا من الكبائر والصغائر المذرية بمكانتهم فكيف بالشك الذي هو كفر؟ يعني الإجماع عند أهل السنة أن الأنبياء عصموا من إيش؟ من الكبائر ومن الصغائر المذرية، واختلفوا في الصغائر الغير مذرية، ماشي؟ هذا إجماع تكلمنا فيه قبل ذلك في الحديث عن الرسل والرسالات. فالشاهد كيف يبقى معصوم من الكبائر والصغائر المذرية ومش معصوم من الشك؟ الشك هذا كفر والعياذ بالله تعالى، فهذا مستبعد تماما. قالوا أيضا جميع الأنبياء يؤمنون بالبعث بعد الموت بلا أدنى نقاش في هذه القضية، فهذا مما يعني يبعد تهمة الشك. قالوا كذلك أن إبراهيم سأل ربه بكيف عن حال شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول، هو مش شاكك فيه في حصوله، لا ده عايز يعرف كيفيته ازاي، ولذلك سأل كيف. قالوا حينما سأل عن الكيف إذن هو متقرر عنده أن هذا أمر مفروغ منه كما نقول، لكن يريد كيف يتم من باب يرتقي في درجات اليقين كما قدمنا في الكلام أولا. نعم، أي أن سؤاله عن الكيفية لا عن الإمكان، فهذا مما يعلمه عليه السلام وهو مما لا يشك فيه عاقل. وذهب الموردي عليه رحمة الله من أئمة التفسير إلى القول أن الألف في قوله أولم تؤمن ليست ألف استفهام، ليست ألف استفهام، وإنما هي ألف إيجاب وتقرير، يعني أنت مش مؤمن زي ما تقول كده، يعني أنت مش مؤمن أصلا فليش تسأل هذا السؤال، فيعني كأنه أقره على إيمانه. ولذلك ابن عباس يقول أرجى آية عنده أنه قال بلى، يعني أنا مؤمن، هذه ما فيها كلام وفيها شك، هذه قضية منتهية. يعني أيضا قال ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الشك في حديث الصحيح كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. خلي بالك من الكلام، نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قالوا معناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق به، ولما بات أننا لا نشك كان من باب أولى لا يشك هو. يعني أنت إيه رأيك النبي صلى الله عليه وسلم يشك؟ ها؟ طالما استبعدنا هذا عنه وأبعده عن نفسه فمن باب أولى نستبعده عن من؟
هذا هو معنى الحديث. يعني نحن أولى بالشك منه. يعني يا جماعة لو كنت أنا بشك يبقى هو شك، طالما أنا ما بشكش أنتوا عارفين أنا ما بشكش، يبقى من باب أولى مين؟ خليل الرحمن أن لا يشك. فهذه قضية مستبعدة تماما كما هو ظاهر الكلام في تفسير الحديث. نعم. قال: وكيف يشك وهو الذي قال للنمرودي أولا لما دعاه لتوحيد الله عز وجل والاعتراف بربوبية الله عز وجل لهذا الكون، سأله يعني إيش الدليل عندك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. بالإجماع بالإجماع أن طلب الخليل رؤية كيفية إحياء الموتى بعد إيش؟ بعد ما هاجر خالص وبزمن طويل جدا، ما فيش خلاف في هذه المسألة. يبقى إذن هل إذا كان هو كان بحج من النمرود على أم عز وجل يحيي ويميت، يبقى زي هو شك في الإحياء والإماتة؟ إيه رأيكم في الاستدلال ده؟ واضحة جدا أنها فعلا تنفي هذا الشك نفيا تاما، وإلا فلا يعني مجال للشك فيه من قريب أو من بعيد. الوقفة الأخيرة حتى لا نطيل، وهي من هذه الآية أو من ختام هذه الآية العظيمة التي آخر آية تكلمنا فيها، وختمت: واعلم أن الله عزيز حكيم. في الحقيقة تضع الأمور في نصابها الصحيح حينما تنظر إلى هذا المعنى بعين الاعتبار وتتعرف على معاني العزة ومعاني الحكمة كما ينبغي، وعلى اسمه العزيز واسمه الحكيم كما ينبغي، لا شك أنك ستقف فعلا معظما ومقدرا، وستجد قدر من تعظيم الرب في قلبك يجعلك تصدق بكل ما ورد في كتابه وما صح عن نبيه عليه السلام، وتأخذ مأخذ الجد وتطبيق العملي. لذلك يعني أنا الآن أشير بعض إشارات لا تأخذ دقائق عن اسمه العزيز لمغزى ولمعنى، وندع باقي الكلام لعله تأتينا فرصة، وإلا فقد ذكر هذا الاسم في مرات كثيرة نفصل فيه أكثر. قالوا: العزيز هو المنيع الذي لا يرام، الذي لا يرام جنابه سبحانه وتعالى، هو القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، وهو القوي الشديد، وقيل المتفرد بالعزة، وقيل العزيز من نفاسة القدر له سبحانه وتعالى لا يعادله شيء، فلا مثل له ولا نظير. وقيل العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغلبة، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته سبحانه وتعالى. وقيل: أي ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات فلم يستعصي عليه شيء منها، بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله، وكل هذا بحكمته سبحانه وتعالى. ارتقي للمعنى. وهذه العزة قرنت بالحكمة في أكثر من 45 آية في القرآن، ربط اسم العزيز بالحكيم في أكثر من 45 آية في كتاب الله عز وجل. نعم. وهذا لكمال صفاته سبحانه وتعالى، فسبحانه وتعالى حكيم في أمره ونهيه وفي جميع شأنه، وكذلك ربط اسمه العزيز بالقوي والحميد والغفار والرحيم. لا شك هذا كله للفت أنظارنا إلى عظيم قدرته سبحانه وتعالى على يعني قضية البعث بعد الموت، ومن باب أولى قضية الجزاء والعقاب. فهذه معاني توحي بتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وتجعلك فعلا يعني مقدرا لعظمته ولجلاله ولكبريائه سبحانه وتعالى، يولد الخوف والخشية في قلبك، يدفعك إلى العمل والبذل والجد والاجتهاد والارتقاء من حياة السلبية والتفريط والإفراط، ويجعلك عاملا على طول الطريق. ندعو الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونجعل عملنا خالصا لوجهه في مرضاته. مرة أخرى أذكر إخواني بالتبرع لبنك الدم، لأنهم في أمس الحاجة في الحقيقة للتبرع، لوجود حالات كثيرة جدا من حالات الفشل الكلوي والحوادث وما شابه ذلك، وعندهم عجز شديد، وأتوا إلى أخوانهم هنا تعود منهم الكرم والبذل. فندعو الله عز وجل أن توفقوا للإسهام في رفع المعاناة عن مرضى المسلمين. فهذا ولا شك إخواني عمل صالح إن شاء الله تبارك وتعالى. من باب المسلم غياث، إذا استغيث به في شيء يقدر عليه أغاث وقدم العون لمن يعرف ومن لا يعرف. ولا شك أن هذا إخواني باب عظيم من باب الدعوة لله عز وجل. فهذه الدماء التي يتبرعون بها فتحت أفاق دعوية وألفت قلوب وفتحت مجالات كثيرة جدا جدا، والناس يتعاونون معنا حتى لو لم يكن لنا
عندهم شيء، أي حالة ترسل من المسجد يقومون يعني في الحقيقة بالتعاون معنا، بالإضافة أنك حينما تتبرع سيقومون بتحليل الدم تحليل شامل، لو كان عندك أي شيء يرسلون لنا لتتابع وتأخذ بأسباب العلاج وما شابه ذلك. فندعو الله عز وجل أن تتبرعوا جميعا ولا تتخلفوا عن هذه الدعوة. من سن 15 سنة إلى 50، من كان أقل أو أكثر لا حرج عليه ينصرف، أما من هو أقل فإن كان عنده دم فليتبرع، واللي ما عندهش دم يروح خلاص ما فيش مشكلة يعني. نعم طيب، إحنا كده الأخوة يشتغلوا أول بول على من نجوع على الأسئلة إن شاء الله. في حاجة مريضة وتدعو يعني إخوانها لأن يدعو لها، ندعو الله عز وجل أن يعافيها وأن يشفيها سبحانه وتعالى. الدعاء لأخ فلان، ندعو الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. أحد عمال الأوقاف يجمع التبرعات ثم يقوم بالسرقة أكثر من مرة، ثم شكوا الأوقاف ونقلوه من مسجد إلى مسجد، فماذا نفعل مع هذا الرجل؟ حذروا منه الناس، طالما يسرق وثبتت عليه السرقة حذروا منه الناس ولا تعطوه شيء لا تبرعات ولا غيرها. يقول جد زوجتي له زوجتان، هل يجوز مصافحة الزوجة الثانية؟ جزاكم الله خيرا. لا طبعا لا يجوز أن تصافحها لأنها حرم موقتة، إذا طلق هذا الرجل تستطيع أن تتزوجها أنت. قرأت في كتاب صلاة الترويح الشيخ ناصر الدين الألباني لم يصلي أكثر من 11 ركعة في قيام الليل كله في رمضان أو غيره، فما وضع صلاة التهجد؟ إذن عموما موجود بحث كامل مع أخواني كنا، يعني أطلبه من أخونا علي أو أخواننا يعطوك البحث إن شاء الله هو موجود. ويعني هذه مسألة في كل سنة تثار، والحمد لله جمعنا فيها الأدلة والبراهين من يعني أقوال السلف والخلف، وإن شاء الله تبارك وتعالى على الجملة باختصار شديد صلاة الليل من جملة النوافل المطلقة، صلاة الليل مثنى مثنى، ولفعل الصحابة ذلك ولفهمهم لهذه الحديث ولفعل الأئمة الأعلام كالإمام مالك والأئمة الأعلام جميعا وشيخ الإسلام وغيره كلهم صلوا يعني وقالوا أن صلاة الليل من جملة النوافل المطلقة مثنى مثنى، المهم أن توتر يعني آخر الصلاة أو يكون مجموع الصلاة وترا، وإن شاء الله الأدلة ستجدها مبسوطة وفيها الرد الكافي الشافي بإذن الله تبارك وتعالى. هل التشفير حلال أم حرام؟ التشفير هو يعني وضع مادة من لون بشرة المرأة على الحواجب لترقيقها، يقال أن بعض المعاصرين جوز ذلك، لكن في الحقيقة فيها شيء من التحايل يعني أنا أرى أن الأمر فيه شيء من التحايل، فالأولى بها أن تترك الأمر على طبيعتها فهذا أولى لها، ويعني من باب الورع والخوف تترك هذا العمل لأنه حتى من عادات غير المسلمين ليس من عندنا. فإن كان بعض العلماء أجازه الآن لكن لا أدري من أين يعني استدل عليه، وأنا أرى أنه من أنواع التحايل فلا أرى ذلك والله أعلم. يقول أنا أعمل في شركة مواد غذائية، وعندما عملت بها وجدت الناس الذين يعملون بهذه الشركة يأكلون من إنتاجها، وعندما سألتهم هل أحد صرح لكم بهذا قالوا لا، فصاحب الشركة قال إنني لست مسامح. يبقى إذن لا يجوز لك مرة واحدة طالما تعمل براتب وتأخذ أجرك لا يجوز أن تأكل إلا بإذن صاحب الشركة، حرام. لعل هذا يعني قاس الأمر على الأكل من البساتين من مزارع الفواكه وما شابه ذلك، صحح بعض العلماء أن تأكل منها ويؤجر هو لكن لا تحمل معك، أما هذا مصنع، هذه أشياء يشتريها هو ويقوم بإعدادها وتجهيزها فلا يجوز إلا بإذنه، هذه لا تقاس على تلك أبدا. أحبك الذي يحتني فيه، ما حكم العطر الذي تستخدم فيه البخاخة بخلاف البرفان؟ عموما يعني المسألة خلافية بالنسبة للكحول، هل النجاسة حسية ولا معنوية؟ اختلف أهل العلم، من قالوا أن النجاسة يعني حسية في عينه حرموا أن يستعمل في الطهي والطيب وفي أي شيء والتنظيف وما شابه ذلك، حرموا على الجملة، ومن قالوا أن النجاسة يعني معنوية إذا جوزوا أن يستعمل في الطهي والتنظيف والطيب، جوزوا ذلك، وإن تركته تورعا جزاك الله خيرا، وإن أخذت بالقول الثاني لا حرج.
ذكرته من حسبة عمر لنفسه أنه كان يضع إصبعه على النار ويقول لنفسه حس النار يا عمر، ويعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النبي أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فكيف يضع؟ عموما الأثر ثابت وحسنه كثير من أهل العلم، وهذا ليس تعذيبا ولكنه تذكير وتنبيه، يعني بين الحين والحين يضع ليرى مس النار مثلا فيتذكر فيخشى ويخاف وينطلق فيعمل. وهذا كان دائما يدفع عمر لذلك، كان إذا أيقظ السراج وضع إصبعه عليه وقال حس النار يا عمر حس النار يا عمر، وذلك كان يخرج يتعسس ويتفقد أحوال المسلمين ويصنع يعني ما يمليه عليه هذا المنصب العظيم. حتى أنه يروى مع غلامه لما مر بخيمة امرأة وكانت يعني تضع قدر على النار ليس فيه طعام تصبر أبنائها الذين يتضرعون جوعا، فلما يعني علم انطلق يجري إلى بيت المال وحمل يعني الجوال على ظهره، يقول خادمه دع عنك، قال كلمات شديدة لغلامه أتحمل عني ذنوب يوم القيامة، وحمل هو بنفسه وأرسل لها فقالت أنت حق بعمر من هذا بهذا الأمر، فدعا لها بخير وتركها وانصرف. فالشاهد أن هذا كان يدفعه للعمل ويدفعه للمزيد من الحركة وليس فيه تعذيب. يعني ليش أنت فهمت أنه تعذيب؟ لا ليس تعذيبا، وإلا فالقول بأن التعذيب بالنار لا يكون يا رب النار هذا كلام صحيح. وإلا يعني في بعض الأثار أن علي أمر بتحريق الخوارج وهذا ثابت لعظيم ما صنعوا وما أفسدوا إلى آخر هذه المعاني، فقد يكون الأمر فيه اجتهاد. يعني أحبك الذي حبتني فيه. يقول أعمل في مخبز حكومي ويصرف إلينا من قبل المحافظة شكائر من الملح كل شهرين، نحن لا نستخدم هذا الملح في العجين لعدم كفاءة الخميرة أو ما شابه ذلك وعدم توفيرها أيضا، أمر من مشرف المخبز فأذن لي هذا المشرف بأخذ شكارة من هذا الملح وتزن كذا، وقد أذن الكثير من المهم. إن كان هذا الملح سيتلف ويلقى مثلا على المزبلة ولا يرد مثلا ينتفع به في مكان آخر فخذه بدل أن يلقى ويتلف، طالما صرح لك خذه لا حرج. من تصح إمامته في الصلاة على الميت لأنه تحدث أخ فقال لا تصح إمامة أقرباء الميت إذا كان موجود من هو أعلم منه. عموما يعني مسألة خلافية، بعض العلماء يقول أن يعني صلاة الجنازة يؤم فيها الإمام الراتب الموجود أو إمام المسلمين إذا حضر هذا أولى ثم الإمام الراتب. الشيخ العثيمين يقول المسألة فيها سعة وفيها خلاف، والأولى أن يقدم أحد أقرباء الميت يصلي عليه، فالأمر فيه سعة. يعني لو صلى الإمام الراتب هذا أولى عندي، لو أراد أحد من أهل الميت يتقدم يتقدم ما في حرج، المسألة خلافية إن شاء الله. يقول أنا أمي ولكني أحضر طمعا في الثواب، فهل يحصل الثواب؟ ندعو الله عز وجل أن يتقبل منك، هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، وتؤجر بنيتك، ونية المرء يعني خير من عمله، وهذا في السنة كثير. الأنبياء عصموا من الكبائر وكيف سيدنا موسى قتل نفس؟ يا أخي بارك الله فيك، هذا قتل خطأ، هذا أمر ليس من الكبائر. من أنا فمك هذا الكلام؟ سيدنا موسى عليه السلام كان يناصح رجل ويتكلم معه فوكزه زأه كده براح، لكن كان قوي وصحة عظيمة فسقط الرجل مات، وهذا قبل أن يكلف، وفي ذات الوقت يعني لم يكن متعمدا وغفر الله له ذلك، فليس هذا من الكبائر بل هذا من الأمور التي أجمع عليها أنها من الخطأ، والله أعلم وأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.